السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أول مرة أعمل محشي معاكم وأعمل خلطة المحشي. طبعا أنا بعملها بطريقة معينة، في ناس في طرق كتير، أنا بعملها كلها ني في ني زي ما انتم شايفين. ما فيش غير الطماطم دي هي اللي أنا كنت عاملاها ومفرزاها معاكم، وباخدها بس أفكها شوية وغاية ما تفك، وبعدين بحطها على الرز. عندنا الرز اهو، وعندنا البهارات. البهارات اللي عندي البهارات اهي، ملح وفلفل وكمون وكزبرة. انت عارفين المحشي بياخد كل البهارات اللي عندك، ملح وفلفل وكزبرة وكمون وسبع بهارات وكزبرة ناشفة ونعناع ناشف وشطة. والصلصة معانا، ومعانا ورق العنب اهو لسه ما سلقتوش، ومعانا خضار مشكل، كزبرة على بقدونس على كزبرة وشبت وبقدونس، ثلاثة على بعض. ومعانا ثلاثة أرباع فنجان زيت، ومعانا بصلتين كبار مقطعينهم، عايزة تخرطيهم تخريط خرطيهم ناعم، عايزة تبشريهم خشن ابشريهم زي ما انت عايزة. واحنا حاطين على النار المية اللي بتغلي بتاعت اللي هنسلق فيها الورق العنب. هاخد بس الزيت احط على المية اللي على النار دي، سنة زيت، معلقة زيت بس، علشان الورق بتاعي يفصل. خلاص انا هعمل دلوقتي، هاخد البهارات دي كلها زي احنا شايفين، هحطها على البصل كله اهو، البصل اللي قدامي ده كله هلخبط عليه البهارات كلها، وهجيب معلقة ولخبط كل البهارات على على البصل اهو بالطريقة دي، كل البهارات تبقى على البصل. خلاص كده هاجي هنا، انا غسل الرز ومصفياه، هروح حط البصل على كل البصل ده احطه على على الرز، واقلب كل البصل مع الرز كده عشان ياخد التوابل اللي في اللي في البصل. خلاص كده بعد كده هاخد الصلصة. طبعا كلكم عارفين طريقة المحشي وشاطرين، بس انا بوريكم طريقتي ربما تعجب حد يجرب بيها. هنزل كل الصلصة اللي عندي، عايزة تحطي كمان معلقتين معجون جاهزة حطي، مفيش مشكلة. خلاص هقلب ده كله وبعده اهو، هقلب كل الصلصة على البتاع، واحط برضو الخضار المشكل اللي انا عاملاه كله اهو، كل الحاجات حطيتها على بعضيها. هسيبها كده، وهاخد الورق العنب ده اهو، هنروح على البوتاجاز علشان نبدأ نسلق. انا لسه ما حطيتش زيت ولا اي حاجة اهو، زي ما انتم شايفين اهو، هاخد الورق ونروح على البوتاجاز نسلق. المية يا حبايبي بتغلي، هاخد كمية الورق. انا حاطه طبعا الحلة مش ملياها قوي، بس جايبة حلة على قد كمية الورق بتاعي. هبدأ احط الورق بتاعي كده زي ما احنا شايفين اهو، وهبدأ اغطس الورق كده بالطريقة دي اهو، دقايق بس لونه يصفر، يغير بس زي ما احنا شايفين كده اهو. حبايبي قلبته زي ما احنا شايفين اهو. خلاص انا عايزاه بس كده يصفر كده بس، هطفي بقى البوتاجاز اهو، وهبدا اخرجه في في المصفى اللي عندي دي، ونشوف هنعمل انا طبعا سلقت الورق، هاجي بقى على تلات ارباع كوبايه الزيت دي، واحطها على الخليط. هحس انها قليلة شوية، هزود شوية زيت كمان علشان يبقى الورق بيلمع وشكله جميل اهو، شوية زيت كمان اهو. هنبدأ بقى نشوف هنعمل تاني. انا بس بجهز الحلة اللي هحشي فيها ونشوف هنعمل بص يا حبايبي، انا جهزت الورق اهو، حطلكوا نوعين من الورق، ورقه مظبوطه كامله اهي زي دي ودي، ولو ورقه كبيره وقسمناها هنحشيها ازاي.
وجهزت الحلة اهي، حطيت فيها بصل من تحت عشان ارص ايه فيها. برص الحلة، برص كده صف كده بالطول كده، وصف بالايه بالعرض، صف بالطول وصف بالعرض. وباجي عند اخر رصة بروح مديها شكل جميل علشان تبقى الحلة في النهاية شكلها ايه جميل. هنشوف بنعمل بقى ازاي. انا حاطه الورقة اهي، هحط عليها الايه، بص بقى حجم صباع المحشي انت اللي بتحدديه، بتحدديه بالايه بالرز بتاعك، انت اللي بتحدديه بالرز بتاعك. عايزه صباع كبير بتحطي رز ايه كتير، عايزاه صغير بتحطي صغير. ودايما نتعلم ان يعني بصوا يعني الحبة الرز دول الرفيعين دول هيبقوا الضعف، هيبقوا الايه الضعف زي ما احنا شايفين كده. انا بس بحط لك الايه الكمية الرز كلها قد بعض، ونشوف بعد كده هنعمل ايه في اللف. اهو الورقة التانية بشوفي بحط فين، اهي في الجزء ده بحط الرز بتاعي في الجزء ده عشان نشوف هنلفها ازاي. اهو احط في الرز ده ونظبطها كده ونشوف ايه هنلفها ازاي. اهو زي ما احنا شايفين كده في كل واحدة فيها كمية الرز قد بعضيها، انت اللي بتحددي الايه الرز. هنلف ازاي؟ هنلف كده طبعا. الورقة الخشن اهو والناعم بره، الورقة من ناعمة من بره والخشنة من جوه اللي عليها الرز هي الخشنة. بفرد كده طول الصباع اللي انا عايزاه وبلف اهو. طبعا انا بلفش بالطريقة دي، انا بلف عشان تتشوفوا اهو، انا بلف على ايدي عادي اهو. وقفلنا من ناحيتين وبعدين بروح مظبطة الورقة كده اهو والفها بقى عادي. وانا بلف تبقى الورقة جامدة، تبقى الورقة ايه الصباع جامد في ايدي. ادي واحد اهو، هاجي بقى الورقة التانية نفس الحكاية اهي، نفس الحكاية هفرد الرز والف لفة واحدة او لفتين حسب طول الورقة اهو، لفة واحدة جامدة اهي. وهجيب من الناحية دي واقفل اهي بطول الصباع اللي انا عايزاه، والناحية التانية واقفل واهو، واكمل الايه اللف بالطريقة دي اهو. شايفين حجمه هيبقى رفيع وحلو ازاي اهو بنفس الايه الطريقة اهو اهو. طيب دلوقتي انا لفيت اللي هو العادي ده، هاجي بقى للي هي الورقه اللي شكلها ملخبط دي، هعمل فيها ايه؟ هظبط الرز اهو زي ما احنا شايفين، ظبطت الرز. الخروم اللي في الجناب دي اروح معدله الورق اهي، مقفله مقفله على قد ما اقدر الايه الخروم، ولفه عادي. شوف انا جايبها بالعرض، ما تحطيش في الورقه بالطول اهو، وتروحي لفه اهو، وتروحي جايبه الجنب التاني حطاه كده قافله بيه، وقافله بالجنب ده، وتلفي الصباع المحشي العادي اللي انت ايه عايزاه اهو كله بقى كده اهو اهو. انا بس مش عايزه الفيديو يطول، هقفل الحتت المخرمه دي على قد ما اقدر اهو اهي، واروح لفه لفه. اتحكم في الرز جامد، الورقه حلوه متحمله معاك، ما تسلقهاش لدرجه انها تنتهي في ايدك اهي، وتلفي بسرعه بقى. انا بعمل بالراحه اهي، كله بقى بالطريقة ايه دي اهو، هيترص كده جنب بعضه وبعدين هنعمله. طيب هنبدأ نرص في الايه في الحلة الرز. طب انا بقى بحشي على ايدي ازاي؟ انا بوريك على البلانش عشان ايه انت تشوفي. طب انا هظبط على ايدي ازاي اللي عايزة تبقى سريعة بقى في المحشي؟ بص يا ست، هتجيب الورقة ايه بتاعتك اهي، عايزين ايدك انت هي البلانش اهي، وتحطي بايدك، مش هتحطي بقى بمعلقه اهو، ايدك هي الرز اهو، الرز اهو. وهتقلبي برده نفس القلب اهي، نفس الفكره، وهتجيبي من هنا يمكن احسن، هتملكي احسن. قفلت الناحيتين، يلا بقى ابدأي لفي زي ما تتلف معاكي اهو، ما تفضليش بقى تكلكعي في ورق اهي، يمكن هي كده اظبط من انك انت ايه تلفي البتاع. هنعمل واحده تانية من اللي هم الايه الطوال اللي هم احنا ايه ورقة كبيرة وقصناها اهي، حطيتها على ايدي اهي، هظبط الفتحات اللي قلتلكوا عليها اهي، شايفينها ظبطت الفتحات قفلتها. هحط الرز اهو، الرز كله قد بعضه، انت اللي بتحددي الصباع، انت اللي بتصغري وانت اللي بتكبري، وتقفلي من الناحية التانية اهو، وتقفلي من الناحية دي، وتلف الصباع في ايدك جميل جدا اهو، كله بقى يتلف بنفس الايه الطريقة دي. هخلص ووريكو في الاخر. هيا حبايبي شكل الحلة بعد ما خلصت بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده
جميلة اهي، بتاخدي الراس الاخرانية بنفس النظام ده، وبعدين بنروح حاطين طبق صيني كده على نظبطه عليها كده. فايدة الطبق ده ان انا اما احط الشوربة كده، شايفين احط الشوربة كده بالراحة، اشوف هتاخد قد ايه، وهز كده شوية اهو، اهز الحلة كده شمال ويمين عشان نشوف المية راحت لغاية فين اهي. وميزة الطبق ده بقى ان هو بيكتم البخار، بس انا مش عايزة بقى مية اكتر من كده اهو، مية قدها على طول، نفس طول المحشي، شايفين اهي، حاجة بسيطة خالص اهو. وحطها على نار متوسطة، واما الاقي المية شربتها هروح ايه موطية العين خالص، واول ما يستوي هنشوف هنغرفه ازاي. وده يا حبايبي كان طبق ال ورق العنب بتاعنا، هو طبعا الصوابع صغيرة بس الكاميرا مكبرة الايه الحاجة اهو، زي ما انتوا شايفين جميل جدا. وما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وانتظروا مننا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.